كل شيء بات يغلي. أسعار البضائع تواصل قفزاتها صعوداً في بغداد. المواطنون يزداد الخناق عليهم بازدياد أسعار المواد الغذائية والخضروات. أصواتهم تصدح مطالبة بدور فعال للجهات الرقابية تجاه بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار. سوق صاعد هسه، الخيار بألف ونص، الطماطم بألف، البارحة بخمسمية، ليش هيك؟ احنا نطلب من الدولة تحاسب المقصرين، تحاسب دول الرأسمالية الكبار اللازمين للسوق. يعني الورق مو صعد ولحد يوم والله هذا ما نزل. يعني احنا ناس كسبة، احنا تعرف الكاسب يعني قوة يوم ما يدبره. على وقع المطالبات، مديرية الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية شرعت بحملة تفتيشية واسعة لمراقبة الأسعار وفرض غرامات على بعض التجار، حملة لمنع استغلال المناسبات الدينية والظروف المعيشية من أجل احتكار البضائع ورفع أسعارها. أمر السيد مدير مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد منذ 3 أشهر بخروج مفارز إلى المناطق التجارية المعتمدة ضمن محافظة بغداد. هدف هذه الجولات هو الحيلولة دون قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية، خصوصا في هذه الأيام مع الإقبال الكبير على شراء تلك المحاصيل. الحملة تضمنت البحث عن المتاجرين بالمواد الممنوعة من الاستيراد والمخالفين للتعليمات. أما الغاية فتكمن في دعم المنتوج الوطني ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. حملات تفتيشية تتابعية علىها تكافح جشع بعض التجار وغلاء الأسعار في خطوة للحفاظ على الأمن الاقتصادي. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.